ببشارات الخير يأتي ختام أخبار الدار، إذ هطلت الأمطار الغزيرة على مناطق جبل جيس وغليلة وشعم في إمارة رأس الخيمة، وكانت مصحوبة بالبرق والرعد وحبات البرد، كما تسببت في جريان الشعاب وامتلاء الوديان بالمياه. كما هطلت بدورها الأمطار المتوسطة على إمارة الشارقة وبالتحديد في المنطقة الشرقية مدينة خورفكان. هذا ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا الأحد غائما جزئيا إلى غائم أحيانا على المناطق الشرقية والشمالية وعلى البحر، يصاحبها سقوط أمطار ويصبح رطبا ليلا وصباح الاثنين على بعض المناطق الساحلية والداخلية، ورياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا وتكون مثيرة للغبار والأتربة.